انا عايز اخش بقى. انت عايشه مع باباك مش مامتك تكد الطويله دي؟ مدير إدارة تموين المنتزه مدام أمال محمد عبد الحميد. وطبعا النهاردة مع أول يوم في الشهر بتطبق منظومة الدعم الإضافي، دي طبعا منحة السيد الفاضل رئيس الجمهورية إداها للشعب المصري لمستحقي فعلا يعني الدعم ده، لأن دي اختار أسر تستحق الدعم ده. مش كل الأسر، احنا طبعا عندنا 22 مليون بطاقة على مستوى الجمهورية، فهو طبعا السيد الرئيس بالاشتراك مع جهات رقابية وجهات أخرى من الجهات المعنية واللي هي بتقوم فعلا بالتنظيم على أعلى مستوى، ان هم اختاروا الأسر المستحقة للدعم الإضافي. طبعا دي لها فرحة كبيرة جدا زي ما احنا شايفين النهاردة، ان هم حاسين ان في زياده في التموين، فدي بتعمل لهم يعني حاجه كبيره قوي قوي داخل بيوتهم. الاسره البطاقه اللي هي مكونه من اسره واحده مدين لهم دعم 100 جنيه، البطاقه اللي فيها اسرتين واخده دعم 200 جنيه، اللي فيها ثلاث اسر واخده دعم 300 جنيه. وطبعا الفلوس دي ما بتتصرفش نقدي، واحنا جينا فهمنا الناس كل الحاجات دي لان هي بتتصرف سلع تموينيه. وطبعا بالتالي دي بالإضافة إلى التموين الأساسي بتاعهم، بالإضافة كمان أن طبعا في رقابة على السلع، هو مش هياخد كده أي سلع وخلاص، لأ هو ليه سلع يعني في ضوابط لأن هو ياخد السلع علشان ما ياخدش حق حد، لازم بيكون زي ما هو بياخد في غيره بياخد. يعني البطاقة من فرد لثلاث أفراد بيكون لها 2 كيلو سكر، وكل فرد ليه 2 كيلو سكر وليه زجاجة زيت اللي هي 800 ملي. أكتر من أول أربعة فأكثر ده طبعا ما يتعداش الأربعة زجاجات من الزيت، دي ما يتعدهاش، وبرضو ما يتعداش 8 كيلو من السكر. وكل من واحد لثلاثة بيبقى فيه لإما هياخد كيس رز كيلو أو هياخد كيس مكرونة كيلو، ومن أول أربعة فأكثر هياخد كيس رز أو كيس مكرونة، برضو كيسين، هيبقى كيسين كل كيس كيلو. وليه سلع أخرى ممكن إن هو ياخدها زي ما هو عايز، يعني ليه إن هو ينتقي أي سلع تانية، بالإضافة لأن طبعا في سلع جديدة نازلة زي التونة زي المربى، فيعني في اختيارات للمواطن. هند حسن أنور رئيس مركز خدمة مواطنين طوسن. الحقيقة النهاردة احنا كنا نازلين عشان نتابع صرف الدعم الإضافي في عند البقالين التموينيين. الحمد لله تابعنا البقالين، الصرف بيتم بشكل انسيابي وتمام. حاولنا نتابع مشاكل المواطنين واستفسار ونرد على استفساراتهم حول مين مستحق ومين مش مستحق، طبعا في ضوابط للاستحقاق، وحاولنا نعرفهم وكمان عرفناهم ازاي يتواصلوا معانا ومع المركز عشان نرد على استفساراتهم ونتابع معاهم الصرف. انا جيت النهارده عشان اخد التموين بتاعي، فوجئت ان انا ليا 100 جنيه زياده على البطاقه،
والحمد لله ونشكر ربنا على نعمه علينا، ونشكر سيادة الرئيس اللي بيهتم بالناس الغلابة. واخدت المواد التموينية بتاعتي، الزيت والسكر والرز والاريا للغسيل وكل طلباتي، وجبنة جبنة بيضة، ونشكر ربنا على كل نعمه علينا. بص انا طلع لي في 100 جنيه في بطاقه التومين، وكل حاجه موجوده فعلا عند بتاع التومين، وفي كل شهر لما بنيجي حتى من غير ال 100 جنيه بنلاقي عنده كل حاجه بصراحه متوفره، يعني الحمد لله ربنا يخلينا الرئيس، ربنا يخلينا. اول ما جيت قطعت البن قال لي طلع لك في 100 جنيه، فدلوقتي انا هخش اصرف بطاقه التومين. وانا بصرف العيش النهارده طلع لي 100 جنيه في البطاقه، فانا جايه اجيب التومين دلوقتي، وعندهم الحمد لله كل حاجه متوفره، الرز والمكرونه والسكر وكل حاجه متوفره يعني الحمد لله.